من ساعه ما الراجل ده جه ان هم ما بيضغطوش على فرقه اي فرقه بيلعبوها. طب عايزك تقارن في المشهد ده بقى، وعايز تعليم الكابتن طه. انت شفت اللي فات عماد متعب بيدي الكاس لحسام غالي، هنا ايه بقى؟ هنا حرمان. مصطفى يونس افتكر الكاس بتاعه. لا لا بس في لا 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 بس في في فرق يا كابتن، في فرق. اولا كابتن مصطفى يونس هو كابتن الفريق طبعا، حسام غالي هو كابتن الفريق. مين هنا هجم عليه ياخد حسام غالي؟ تم سحب الشاره منه، فبقى عماد متعب هو كابتن الفريق وكان قاعد احتياطي حسام اللي بيلعب. لا 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 احنا بناخدها بفكاهه يعني. انا قصدي يا كابتن ايه، حسام غالي هو الكابتن الفعلي. ماشي ماشي، بس الكابتن هو الفعلي للنادي الاهلي. بس هو كان ممكن عماد متعب نزل يا ويشيل هو الكاس ويخلص ويعمل ويشاور وما يديش حد وما يديش حد. هو قمه في الادب والاحترام، وحاجه تحسب لعماد متعب ما فعله. ولو كان رفع الكاس ما كانش هياخد السكسيه بتاع ان هو تنازل واداها لحسام غالي. عشان كده لو شفت اللقطه اللي وراه هتلاقي محمود طاهر بيسقف. صح، لو شفت اهو. لا بس محمود انا طاهر كابتن بيسقف. عايز اقول كلمه حق. اتفضل. في حق الكابتن مصطفى يونس. احنا بنهزر طبعا. لا 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 دي حقيقه، دي حقيقه. يا جماعه دي كانت اول بطوله افريقيه يحصل عليها الاهلي بعد كده بره مصر، عشان بس تبقى في الصوره بره مصر. يعني بعد كده هو مين الكابتن هنا؟ هنا كابتن مصطفى. مين اللي عايز يسحب منه؟ لا احنا خلاص كان استلم كابتن مدحت. الكابتن مصطفى كان استلم. مين رقم 8 ده؟ الكابتن مجدي. الكابتن مجدي هو اللي بيرخم على كابتن مصطفى بصراحه. لا 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 انا كان نفسي اشيل الكاس. يعني عندي سيب الراجل يرفعه شويه. ما هو رفعه يا كابتن. يعني النهارده الوضع اللي بيحصل دلوقتي ايه في الكوره؟ ان كل واحد بيرفع وياخد بعضه ويمشي. ايامنا احنا لا، الوضع كان مختلف. طب خد اكتر من كده بقى، مصطفى خد الكاس البيت. لا والله. والمصعب خده البيت وروح بيه. بص انت لفيت من الناحيه الثانيه. بص خلي بالك، عايز اي حاجه. بص انا خدت الغلطة. مش سهل يا كابتن مجدي. انا والله ما سهل. بقول لك ايه يا كابتن، هات يا مصطفى. انا تعبت برضه ولعبت. ما تحاولش مع مجدي. انا قلت لك ايه؟ هتقعد لاخر الاستوديو تجادل في الموضوع. المشكله كمان يا كابتن مدحت، انا تعبت ولعبت عايز اشيله. كابتن انا شايف ان احنا لابد من معاقبه كهربا وكابتن مجدي. لا ومصطفى يونس. غرامه.